طيب نجرب ناخذ المكالمة كمان مرة من أخونا من اليمن على السكايب. أهلا وسهلا فيك، أنت معنا على الهواء أخ هاني. أهلا وسهلا فيك، تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات. أهلا وسهلا فيك أخي. شكرا جزيلا، تفضل يا أخ هاني. ربي يسعدك. حبيت أنا أحييكم في المقدمة بابن النيل وابن فلسطين، وأنا ابن اليمن، بس أنا ارتقيت من ابن اليمن إلى ابن الله. آمين آمين. أشكر الله، مجدا للرب يا أخ هاني. أشكر الله أني كنت في الأول، في السابق أنا كنت بشعر بالعبودية، أنا كنت عبد، وكان لازم أني أبذل جهد حتى أنني أرضى السيد. لكن من خلال معرفتي بالرب يسوع المسيح، أنا أشكر الله أني ارتقيت من العبودية إلى البنوة. أخاني كيف حدث هذا الشيء معك ولو بدقيقة؟ الشيء هذا، أنا طبعا كنت من خلفية إسلامية، دارس شريعة إسلامية، لكن كنت أبحث دائما عن الحق وعن الله. فأشكر الله أني بدأت بالبحث، برغم أنه كان وضعنا في اليمن، وخاصة أنا كنت مقيم في السعودية، الوضع كان صعب جدا أنك تتحصل على الكتاب المقدس أو على أي شيء يلمحنا إلى طريق المسيح. لكن من خلال دراساتي المكثفة في الشريعة الإسلامية، أنا شعرت بنفسي أني أنحدر إلى الهاوية. فبدأت في البحث والتحري، لماذا الله يعذبنا؟ لماذا الله يأمرنا بشيء أو يقدر علينا أشياء ونحن لسه في بطون أمهاتنا؟ وبالآخر على القضاء والقدر، اللي هو أن الله قدر عليك أنك تكون شقي أو سعيد، الشقي إلى جهنم ولا سعيد إلى الجنة. ما دام أن الله قدر علي كذا، فماذا يعذبني؟ يعني أنا صرت منفعل ولست بفاعل، كل الأمور اللي بتصدر مني هي في طاعته، سواء عملت الصالح فأنا في طاعته، وإن عملت المعصية فأنا في طاعته. ووصلت إلى طريقة أو إلى طريق مسدود، مش معقول على أنه هذا كلام الله. ولكن الله فتح بصيرتي ونور عقلي، وبدأت بالبحث في جميع الأديان. أنا يعني وصلت إلى درجة الربوبي، يعني أنكرت كل الديانات. والله فتح عيني، وصارت كلمة بتتردد عندي برغم الانغلاق اللي نحن فيه مثلا في السعودية أو في اليمن، إلا أنه الله فتح عيني من خلال آية واحدة، كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم. فمعنى كلمة الله ليست هي مثلا، ليست ككلمة البشر، كلمتي تروح في الهواء مع التذبذبات وتطير في الهواء مباشرة، لكن كلمة الله هي شيء آخر، وكلمة روح منه، فمعناته أن المسيح هذا كل كلمة ينطقها فهو ينطق بكلام الله، ما زم أنه هو كلمة الله وهو روح الله. فأشكر الله من خلالها. طبعا بدأت في البحث والتحري، وبحثت في اليهودية في البوذية في كل الأديان، ولين استقريت أنا أن الرب يسوع المسيح، لأنه كلمة الرب حتى في الإسلام الناس يسمعوها كبيرة لما تقول الرب يسوع المسيح، ولكن لما بتقول رب البيت أو رب دار فتكون سهلة عليهم. وحتى كلمة البنوة باسم كلمة ابن السبيل ولا ابن الله أو ابن اليمن ابن مصر بتكون سهلة، لكن عندما تقول ابن الله فالشيطان هنا يأولها في 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 في, في عقول البشر. الشيطان هو المسيطر على هذه الكلمة، وهم يفهموا بأن المسيحيين، يعني فاهمين على أن المسيحيين خاصة في عندنا مثلا في اليمن وفي السعودية، يفهموا على أن المسيحيين يعبدوا ثلاثة آلهة، وأن يسوع هو ابن الله، يعني من جهة التزاوج. نعم. فلا يعرف أن المسيحيون أنهم لا يؤمنون بأن الآب السماوي أرمل بائس، أو أنه ولد الابن من خلال زرع في الأنبوب. أول ما يجب أن يعرفه الإنسان إذا كنت تؤمن بتسامي الله، أن البشر إذا ما شاءوا الحديث عن الله يتوجب عليهم الصوت مش واضح خاني، لأننا نحن كمسيحيين نؤمن. آسف. تفضل خاني. تمام. دلوقتي كويس. لا، لأن الإنسان المؤمن كمسيحي يؤمن أن الله أكبر، الله أكبر من عقولنا، والله أكبر من لغتنا،
من كل اللغات، من العربية إلى الإنجليزية إلى العبرية إلى اللاتينية إلى كل اللغات. الله أكبر من مخيلتنا، ولذا نستعمل الكلمات للإشارة لا للتحديد، لأن الله لا محدود ولا متناهي. بعد هذه المقدمة حول استعمال الكلمات في الحديث عن الله، بذهب إلى مفهوم بنوة الابن للأب السماوي، ومنها ننطلق أو نأخذ من الإنجيل، وبالتحديد من إنجيل يوحنا القائل: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله. يؤمن المسيحيون بأن الله ليس فراغ، بل هو الحكمة السامية والكلمة، كما استشهدنا بها من مطلع إنجيل يوحنا، يعني هي اللوغوس باليونانية. نعم. وكلمة لوغوس لا تعني كلمة وحسب، بل أيضا هي عقل، فكر، روح، معنى، حكمة، العقل إلى الإلهي. ما لا نهاية. فهذا هو الله اللا متناهي اللا محدود. يعني ماذا تقول لنا هذه الآية إذا؟ نقول أن الله لم يضح حكيما في الزمان، بل هو حكيم منذ البدء. الله لم يكن أبكم ثم تكلم فيما بعد، بل أن كلمته ملازمة له من البدء، وكلمة الله ليست مثل كلام أكيد البشر يقولون مثلا في الزمان والطير كما سبق وأن تكلمت. أخاني، أنا بشكرك كتير كتير، لكن أنا لفت انتباهي عشان إحنا بنتكلم عن موضوع الخوف، إنه أنت كنت عايش في خوف في عبودية، والآن أنت عايش بالحرية. شو السؤال أو المداخلة اللي عاوز توجهها؟ أنا توصلت بأنه إن كان الله معنا فمن علينا؟ لا آمين خوف، آمين لا خوف، بما الحق هو يشق الطريق، آمين ليس آمين. هناك خوف. أنا آسف، أنا ما سم... لا لا، أنا آسف بالعكس، أنا ما أنا كتير سمعت الحلقة فرحان من إنه البداية، سمعت لأن أنا اختبارك بتكلم يا وأنا خاني في مكان خارج عن الشارع. حبيبي. لا، ربنا يباركك، لأنه أنت وضحت كتير، لأنه في كتير ناس مستعبدة للتقاليد، مستعبدة للدين، مستعبدة خايفة لألا تبحث وتكتشف الحق. ربنا يباركك يا خاني.